السلام عليكم، نهار جديد وفيديو جديد. اليوم واحد المنظر من مدينة تطوان بغيت نشارككم، وكنت نشوفه بزاف في المدن بزاف، وبغيت نشارككم مع شو سبحان الله السماء كيفاش صافيه هنايا، شو السماء صافيه هنايا، وشوفوا اللي عاوتاني الغيمه كحله ليا مسطح الشا. انا ها انتم دابا تشوفوا هنايا الغيمه كحله، هنا تطيح الشا، ها انتم تشوفوا الشا طايحه هنايا. شو هذا الديكور؟ هي فوق الحمامه دابا هذه مدينه تطوان. هذا هو الديكور، هذا شفتوه بزاف طنجه فاس، زعما كنت نشوفو بزاف ديال المدن وهذا، ودابا بغيت نشارككم فيه، صورته وبغيت نشارككم. شو هنايا شو كي صافيه السحابه تما، ما كاين لا سحاب لا والو، وحدها سحابه كحله سبحان الله العظيم. بغيت نشارككم هذا المنظر هذا، والشتا تطيح والشمس كاينه، زعما واحد المنظر زوين بزاف، وسبحانك يا جليل. هذا الشيء ما نقول، ونتمنى ان شاء الله باش هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اللي جديد يدير الاشتراك ديالو في القناه ديالي، كلشي تما، وخليو لي شي تعليق. وتنبغيكم بزاف، ومن هذا المنبر هذا تنبغي نشكر كاع جميع الناس اللي تيساندوني في القناه ديالي، وتيوقفوا معايا وتيخليو لي تعليق زوينين. تنشكركم بزاف، ونخليكم مع هذا المنظر هذا، وتبارك الله عليكم.